بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في كل مكان. انطلقت الشوط الرابع ينطلق على حضراتكم مع الشعارات المشاركة والمنطلقة ملينا التوفيق والنجاح والناموس للجميع المشاركين في هذا الصباح المميز ضمن أرضية ميدان الرميل مباشرة مع الجعدان. مشاكل في مقدمة هذا الشوط ولينطلق جاسم بن محمد بن مسعد الربيعي منطلقا نحو المركز الأول، لكن التغيير مع شامان خالد بن محمد الهاشمي على المركز الثاني غير نحو المركز الأول نحو الصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الوصول من إسراء عبد الله بن سالم المسعودي على المركز الثالث، والمركز الرابع الوصول من سكر سيف بن حمدون بن عامر السليمي من ينطلق مع المركز ايضا الثالث والمركز الرابع. هذه الاسماء الجميله والمركز الرابع يعود الى ثالث المراكز، لكن الصداره والقياده في هذا الشوط مع المركز الاول اللي انطلق نحو الصداره شامان. الله الله الله، هذا الشكل الجميل خالد بن محمد الهاشمي ينطلق مع الصدارة مع المركز الأول انطلق شومون، لكن القادم أعظم شاهين المنطلق والقادم سالم بن سعيد بن سنوت الوهيبي. يا سلام، شوف التحدي الجميل، هذا التحدي المثير، الثنائي الرابع الثنائي المميز ما بين الاثنين اللي ينطلقون نحو الصدارة ما بين بن سنوت ما بين الهاشمي شامان يعود حقوق المنهوبة. شعار بنت الشبابي الذي تابعنا قبل لحظات، الله الله، تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل، تألق شامان في هذا الشوط. خالد بن محمد الهاشمي المركز الثاني، كان هناك في شعار شاهين سالم بن سعيد بن سنوت الوهيبي، وتوقيت زمن دقيقتين و12 31 جزء من الثانية هو التوقيت. شامان خالد محمد الهاشمي.